الرحمة. وهكذا كشر الوحش المخيف الخارق عن أنيابه المرعبة وأكل الطفل الصغير وفرمه بأسنانه الحادة. بذمتك مش قصة جنن يا بوف؟ بوف لما بيعيط لازم حاجة وحشة تحصل. هو ده كان رعد ولا أنا طقطقت إصبعي؟ ما خلاص بقى اهدى شوية يا بوف. تيمي حقيقي انت قريت لبوف قصة مخيفة وخلته يعيط؟ انا قريت قصة لبوف بس ما كانش فيها حاجة تخوف. الوحش الخارق المخيف العملاق الذي يعيش تحت سريرك ويأكلك في الظلام. الكتاب ده مرعب قوي، انا كمان خفت يا تيمي. تيمي الدنيا بتمطر برا وفي حوت على الجنبة. اهو شفت يا بوف كل حاجة كويسة، ما تيجي يلا كلنا ننام دلوقتي. فكرة كويسة يا واندا. تيمي بوف لسه خايف، ممكن نولع لمبته النهاردة؟ أنا ماليش دعوة، أنا بنام تحت أي ظرف. اللي بيحصل؟ دي لمبة بوف الليلية مذيبة الشبكية 2000. يا عينيا أنت أكيد بتهزر معايا. يا جماعة دي تبقى سخافة، يا ريت تطفوا اللمبة الليلية. معلش بقى يا بوف. كده أحسن، دلوقتي أقدر أنام شوية. هو إحنا بين الصبح؟ أحسن حاجة إنك تنام 12 ثانية وتقوم تستعد ليومك، شكلك تعبان قوي. عشان أنا محتاج أنام أكتر من 12 ثانية، أنا بتمنى إن الليل يبقى 12 ساعة كاملين. ومفيش نهار خالص، ده خطر جدا يا تيمي، فكر في الحوادث الكتيرة اللي ممكن تحصل. صح، أتمنى الليل يبقى 12 ساعة بس، يبقى معايا بطارية توريني الحمام. نظرية برضو، عشان ما تعملش في حوض السمك تاني. تيمي في حقيقة ظريفة خالص لازم تعرفها عن الضلمة، قصة مخيفة جدا وهي قصة حقيقية اسمها الجنيات المخيفة. القصة دي مرعبة بشكل فظيع وفيها حاجات تخوف. تيمي واندا كسرت التلفزيون. الأسطورة بتحكي ان لو الجنيات فضلوا في الضلمة اكتر من 8 ساعات او الوحوش مخيفة وشريرة ومجنونة وبتاكل الاطفال الصغيرين. ايه؟ انا فهمت، انت بتحاولي تخوفيني زي ما خوفت بوف. لا حلوة، انا داخل انام دلوقتي ومش خايف. طيب ماشي يا عم الشجاع، بس لما تصحى تلاقي نفسك محطوط في حلة مية كبيرة ومغلية ما تقولش اننا ما حذرناكش. جنيات مخيفة. أربعة العصر، 10 ساعات نوم، ده اللي كنت محتاجه. يا ترى كوزمو واندا بقوا جنيات مخيفة دلوقتي زي ما قالوا ولا لا؟ ايه؟ أنا ليه في البانيو؟ في ريحة طبيخ ولذيذة كمان، فين البطارية؟ ده مش بانيو، بس أنا ريحتي لذيذة. أهلا تيمي. شكلك اتحمرت كويس أوي يا صغير. قصدك ارتحت كويس؟ لا! اصبروا عليا، لازم اخرج من هنا. سلالم، يبقى انا لازم ده اكيد الريسبشن، دي كانت وقعه جامده قوي. انا اسف يا حبيبي، انا لسه داهن السلالم وزودتهم كمان. هو ايه اللي حصل للنور؟ هي الكهرباء قطعت ولا هو ده الخسوف؟ شاتو باتشا بيقول ان الكهرباء شغاله وعينيكي مفتحه. كويس يا حبيبتي انك لقيت الراديو. لا ما لقيتش. انا بقول لكم انها مضلمه في ديمزديل وانا تايه، وبقول كمان ان قطر السيرك خرج عن مساره في الضلمه ونتج عن الحادث ده انطلاق مجموعه من النمور حاده الانياب وبتشوف بالليل. بنصح المواطنين انهم يلزموا بيوتهم ومحدش يقوم باي تصرف مستفز للنمور المتوحشه. اسف يا اوبيتشا، انا لسه عامل فخ في باب الصاله. انطلاق نمور حاده الانياب، اوه شكله كان غلط مني اني اطلع كل اللحمه بتاعتنا تفك. وانا اخترت وقت غلط عشان امسح جسمي باكل القطط. جسمك انت؟ يا
تيمي، احنا رجعنا لطبيعتنا وبجد مش عايزين ناكل دلوقتي تاني خالص. حقيقي؟ الجنيات المخيفة بتكذب. باب الشقة اهو، هخرج من هنا. آسف يا حبيبي، أنا نقلت بيتنا لقمة التل لأن المنظر من هناك أحلى كتير. أكيد هتفهم قصدي لو شفنا شروق الشمس تاني. ودلوقتي يا حبيبي إحنا هنجر أجسامنا المتقطعة دي لحد المستشفى، خلي بالك. أكيد بتهزر، أنا مش هتحرك من مكاني لحد الأمنية دي ما تنتهي. ألو؟ إيه أهلا يا تيمي، أنا نسيت أقولك لما نقلت البيت لقمة التل خليته قريب من الطريق السريع. بالتوفيق. ما تقولش مطر، اجهز عشان الإقلاع. مركز الترامبولين بديمسديل. هايل، اكيد بعد صال فاضل دقايق قليله في الضلمه. 90 دقيقه كمان، ده كتير قوي. استاذ كروكر بتعمل ايه؟ انا عرفت ان انت السبب في الضلمه اللي غطت ديمسديل كلها، فنطيت في طياره كروكر وجيت لك عشان اقول لك صائط. شكرا للمفاعل النووي اللي بنيته في البطروم، خلى تقديراتي بتلمع في الضلمه، واكيد كمان ماما. امشي من هنا يا فراشة سخيف. بس انا لا، يعني مش هتقدر تشوفني وانا بدخل بيتك عشان اصطاد. كلياتك. واو، اكيد انا جعان جدا. دي مش بطنك اللي بتعمل كده، دي نمور هربانه ليها انياب وبتشوف في الضلمه. انا اخترت يوم غلط عشان البس الشورت اللي ريحته لحمه. شورت ريحته لحمه؟ خدي يا ماما. بس بلاش الشورت. اخيرا انا في امان. الو، اهلا يا تيمي، انا توتي. بره ضلمه ومخيف جدا زي اوبيليك بالظبط. يا سلام، للأسف أنا بعيد جدا ومش هتقدري تلاقيني أبدا. بعيدك؟ إيه رأيك في مسابقة؟ خلي بالك من الحيطة اللي بنيتها عشان تقفل حبنا. أنا فين؟ أنت في المستشفى يا ابني، أنت دخلت في حيطة أكتر من مرة وأغمى عليك لمدة ساعة. ساعة؟ الحمد لله إن المستشفى دي واسعة، ممكن تكون توتي تاهت في أوضة العمليات. أنا عايز فنجان تيمي ترنر. وأنا كمان هاخد طبق تيمي المسطح. أذكية جدا، بس أنتوا عارفين أنا قررت ما أخافش منكم تاني مهما حصل. على كل، أنتم دلوقتي جنياتك أكتر. أنا سمعت حد بيقول جنيات. أستاذ كروكر بتعمل إيه في المستشفى؟ كان لازم أتخلص من النمور اللي في الشورت بتاعي بعملية، ما كنتش عارف أنهي أصعب، هجوم النمر ولا قبلة الحياة بتاعت ماما. عموما أنا هاخد جنية معايا، شكرا. واو، دول طلعوا مؤذيين جدا. ماما يلا دوري لي على طيارة على بجرجر جسمي المتقطع. طرب أستاذ كروكر أكيد بيفتح الشهية. طبعا، انا عايزه ساندوتش لحمه طريه ولذيذه، وخس وتيمي علشان احل بيهم. انت هنا يا تيمي، جبت لك مجدف عشان يغمى عليك تاني. سطوح، ده معناه اني اتحبست. لحظه، فاضل 30 ثانيه لحد ما النور يطلع، اقدر استنى. لا كده مش هقدر. خمس ثواني، اربعه، ثلاثه، اثنين. الأمنية خلصت؟
النور رجع وانا مش في بطن كوزمو؟ رجعنا لطبيعتنا وفي الوقت المناسب كمان. هو انت كنت خايف يا صاحبي؟ ما كنتش خايف. انا كدبت، انا كنت خايف ولا نور. احنا رعبناك جامد قوي يا تيمي، اقصد واندا كسرت قصريه الورد. استنى لحظه، يعني كنتم بتمثلوا انكم جنيات مخيفه؟ ايوه، كان لازم نعلمك درس مفيد علشان خوفت بوف. بوف، انا اسف بجد اني خوفتك وتمنيت الامنيه السخيفه دي. انا مش عايز كل الوقت الضلمه ده، وطول ما في نهار انا هستمتع بيه. البيت لسه عالتل يا ابني.